أحيت سفارة دولة فلسطين لدى مملكة البحرين الذكرى 43 ليوم الأرض الخالد بحفل خطابي، وقد حضر الحفل ممثلو عن وزارة الخارجية ومجلسي النواب والشورى وكافة السفراء العرب وسفراء الدول الإسلامية والصديقة وعدد من أبناء الجالية الفلسطينية. أكد الوكيل المساعد لشؤون مجلس التعاون والدول العربية السفير يوسف محمد عبد الله جميل موقف بلاده المبدئي الثابت تجاه القضية المركزية الأولى للأمة العربية، شدد على أن مفتاح السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط يتمثل في انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم. أكد سفير السعودية لدى البحرين عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ كلمة السلك الدبلوماسي العربي أن يوم الأرض أصبح حدثا مفصليا وتاريخا في ذاكرة وحياة كل العرب من المحيط إلى الخليج، يجسد دلالة خاصة في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه المشروع في التمسك بهويته وتطلعه نحو الحرية والاستقلال، وشدد على أن القضية الفلسطينية في أولى اهتمامات المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتولي اهتماما خاصا باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى.